بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 21 نوفمبر 2022، مقر التعاونيه. هنا تبقى القانون التعاونيات ان الجمع العام كيكون في الدوره ديالو، هذه هي الدوره الثانيه من بعد ما تعذرت انا الاولى اللي كان فيها واحد المنع اللي هو كانوا داروه شي ناس للاسف الشديد واحد جوج، ولكن القضاء قال كلمته بانهم يعني عدم الاختصاص وجاوا ومع ذلك منعوه. ولكن بقينا تمركز هذيك بين اول نقطه، والان في دوره ثانيه اتصلنا بالناس وبعد اتصالات كثيره بين اتحاد التعاونيات وكان واحد الرسائل للسيد عامر صاحب جلاله الاقليم سطات والسيد ولي الامن علاش لحمايه المنخرطين، وكان الامر ذلك. والبارحه عندنا واحد اللجنه راقبه داك الشيء وكنا باغيين نديروا خزنه بالزرقاء، ولكن تعذر ذلك لاسباب يعني كتقدر تكون فيها مشاكل وكذا، وحنا قررنا باش يدار في المقر. وهنا اليوم عندنا باش يكون الدوره الثانيه يقدر يكون الربع، كنبداو من 131 منخرط، ويمكن ان يبول النوبه منخرط عن منخرط. عندنا جدول اعمال التقرير الادبي والمالي، وان ثم بعد ذلك الاقلاع بالورش بجميع هذا الاسطور ديالو. وهنا اشنو هي الاداءات؟ شي ناس ما خلصوش وما خلاو ما داروا. احنا اليوم ما باغيش النزاعات، باغي صفحه بيضاء، ولكن اللي عنده شي كاس يكب فيه يكمل. وعندنا قرارات الجمعه العامه نحينوها، كل من لم يصل السقف كاين احترامات القانون الاساسي والداخلي والبنود والمواد ديال القانون 12 في مواد 26 و39 كلها، بان خاص الانسان يكون وفي بالاداءات. احنا العقارات كلها مشريه، كاين نسبه الانجازات بالاشغال 75 حتى 70%. يعني هذه اللجنه كانت خرجات نهار 3/6/2020، وان هذا مثبت، ولكن هاد الناس داروا الفوضى بدين على الاداء. احنا اليوم جينا المنخرطين اتصلنا بهم وجاو، وحنا نتمنى ان شاء الله باش تزيد الامور، وان دوك الناس اللي والبارح داروا لنا دعوه بان بالمنع ثاني كان جاهم عدم الاختصاص، هو اللي دايرها نائب الكاتب العام. واذا حنا كنتمنوا ان شاء الله باش تدوز المسائل كما هي، وعندنا تجديد الثلث ديال المكتب طبقا للقانون، ثم تجديد اللجنه الرقابيه، وانه الختم ببرقيه ولاء واخلاص لسد العاليه بالله. حنا بغينا باش تزيد المسائل وكل واحد يدرس، ماشي تقولوا للناس لا ديال الاخرى ليه لا كذا. حنا راه عندنا اليوم تجديد الثلث ديال المكتب ماشي الرئيس، وحنا خصنا نزيدوا بالمسائل. وحنا اليوم ان شاء الله راهين على باش دوز المسائل التقرير الادبي والمالي، وان هذه النقط جات في جدول الاعمال. فيما يخص الماليه ما دخلنا حتى شي ريال، لا في 2021 ما كاين حتى حاجه، راه جبدنا دوك المسائل كلها، هذيك الكشوفات البنكيه، وكتبقى غير ديك واجب الانخراط كل واحد جا، هذا كيتسمى في القرير، كتقول في القانون تقرير فلان عطاه فلان كذا هنا صرفنا، ما عندناش شي حاجه بنكيه، علاش؟ لان كانوا قالوا ما يسمى بان التعاونيات وقفت، هي غير القانون الجديد ديال السيد وزير الداخليه والسيده وزيره الداخلية. كان ما يسمى ب تجديد الترخيص، يعني كتشد البلان الكبير وكيدوزوا المهندس عبر البوابه وكل واحد كيسني من المسؤولين وكتبدا الاشغال. هذا هو اللي كاين. كاين عندنا ناس راهم مسكنوا في القصور وفي الديور ولكن ما مكمليش، ولكن كاين شي واحدين لجؤوا الى باش يقفلوا المبالغ ديالهم يعني وحطوها في المحافظه. ثم ان هناك كاين حجوزات، شكون اللي كيحجز؟ كاين شي منخرط يحجز ما عندوش الحق حتى كتولي البقعه فيسبوك. وحنا الان كنقولوا للمنخرطين حنا رحنا باغيين نزيدوا وبركة من هذه المسائل وهذه العراقيل، وحنا رحنا في دولة الحق والقانون، وكان كنشكروا المسؤولين اللي استنجدنا بهم وجاو داروا باش يكون يدوز في جوين هذه. وكنا بركنا في اجتماع عند السيد رئيس الدائرة وحضرت جميع المسائل من القوات المساعدة وغيرها، وخدنا المسائل اللي قاعد حتى دار شي حاجة راه مشى فيها. رحنا وقعنا على هذا المحضر سواء لهنا ولا لك نائب الكاتب اللي هو جا، حنا ما نبغوش شي تشويش، وحنا جايين باش ندوزوا هذه المسائل. رساله اللي هي خاصني نوجهها للمنخرطين، المكتب راه غادي وغادي مسؤول، المنخرطين الاعزاء الامور عندنا راه بخير، راه حنا غادي نمشيو للتسجيل في الطريق بن حمد والتحفيظ، ثم ندفعوا بالعجله باش تزيد الاشغال وكل واحد يؤدي المسائل ديالو، وراه حنا غاديين ونتمناو ان شاء الله باش الامور كلها تكون مزيانه ونحاولوا من الشر يناير نكونوا كملنا الاشغال. ولكن كل واحد نعطيه الاوردر يمشي يدفع في الكونت، واجب الانخراط السنوي احنا ندير لكم هنا غير عامين تخلصوا وصل كيتحط هنا علاش التسيير والكرا وكذا، والشيء الاخر دفعوا ليه، وان المقاولات نشوفوا معاهم مباشره، وشكرا.